يعيش برشلونة موسما رائعا على كافة الأصعدة، إذ يتصدر الفريق قمة ترتيب الليغا والوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ولعب الساحر ميسي دورا كبيرا في هذه الإنجازات بفضل أهدافه الحاسمة، ما يجعل أنصار العملاق الكتالوني يحلمون بقوة تحقيق السداسية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، الذي يعد الوحيد الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز.